السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي ونحبكم يا أصدقائنا. نحن نحب الجميع. عمر وهنا هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله سوف نمرح معا. عمر وهنا. قصة عمر وميمي. ولهذا أحب السناجب والأرانب. والطيور والعناكب. حسناً، شكراً لك. فلتعيدي أصدقائك الصغار إلى أقفاصهم. والآن دور عمر. السلام عليكم جميعاً. وعليكم السلام. أريد أن أعرفكم اليوم إلى ميمي. أتعرفون؟ لم أكن أحب ميمي. ها؟ لكن لماذا؟ ها؟ مرحباً. أمي انظري ماذا وجدت. قطة صغيرة. قطة؟ 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 يمكننا الاعتناء بها. القطة جميلة جدا. حين نعتني بالقطط سيباركنا الله. لكن هنا أنا لا أحب القطط. لا بأس، ستحبها عندما تكبر. ها؟ هنا تريدين اللعب؟ هاي، أين ديناصوري؟ واو. ها؟ هاي، ما بك يا عمر؟ انظر، شعر على وسادتي. سمحتم لها بالنوم عليها؟ عمر أرجوك اهدأ. لن أهدأ، لن أهدأ. القطة لا تعرف. صحيح، صحيح. أفسدت وسادتي شعرها في كل مكان. كن صبوراً يا عمر، تنظيفها سهل. حاول أن تسامح القطة، فهي مجرد قطة ولم تقصد ذلك. حاول أن تسامح القطة، فكر كم سنكون سعداء. الأمر ليس سهلاً. ماذا؟ لم تسامح ميمي الصغيرة؟ يا إلهي. انتظروا، لم ينهي عمر قصته. تلك الليلة واجهت صعوبة في النوم بسبب الرعد والبرق. ها؟ ميمي
أمي اختفت؟ ماذا فعلت يا عمر؟ اهدئي اهدئي، أين ذهبت ميمي؟ انظر، بحثت في كل المنزل لكنني لم أجدها. أين القطة؟ أين؟ أين؟ أشتاق إليها كثيرا كثيرا. مي مي، سأسميك ميمي. ميمي، والآن أنا وميمي صديقين حميمين. نحب قطتنا ونعيش سويا بسعادة، سويا بسعادة. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعرفون أن تربية قطة قد تسعدكم كثيرا؟ مثل عمر، لأن لديه ميمي. الحمد لله. ماذا تصنعان؟ مفاجأة لوالديك. الحمد لله، الكعكة جاهزة. واو، أبي سيحبها صحيح؟ ها ها ها، بالطبع سيحبها. إن شاء الله. ها ها، نسيت وضع الفاكهة على الكعكة. والدكما يحب الفاكهة. يا إلهي، الله أكبر، الكعكة الكعكة الكعكة. سنفعل، نفدت المكونات. لا تحزني يا أمي، كلانا هنا من أجلك، يمكننا مساعدتك لنخبز كعكة أخرى. شكرا لكما على الرحب والسعة. أمي، ماذا ستفعلين بهذا؟ أحاول صنع كعكة أخرى لكن لا مكونات لدينا، فقط هذا وبعض الفاكهة. الفاكهة؟ ماذا لو أخذنا البطيخة وقطعناها على شكل كعكة؟ ستصبح لدينا كعكة بطيخ. أمي، ما رأيك أن نصنع كعكة بطيخ؟ كعكة بطيخ؟ سنقطع الفاكهة على شكل كعكة. واو، فكرة رائعة، شكرا يا عمر. على الرحب والسعة. ماذا؟ أولا نقطع الفاكهة سب 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 سب، ثانيا نكدسها هكذا، ثالثا نرتبها، نقطعها نكدسها نرتبها. واو. أتعرفين أمي، المزيد من الفاكهة سيجعلها أفضل. مزيدا من الفاكهة؟
إذن لنقطف بعض الفاكهة من الحديقة. ياي! قطفت بعض ثمار المانجا، ها هي. وأنا أقطف التوت. سنقطف من هنا وهناك. نحمد الله على الفاكهة. لنزين، لنضف القلوب والنجوم. القلوب والنجوم. المزيد من القلوب. المزيد من النجوم. ياه! أمي انظري انظري، الكعكة جاهزة. واو، صنعتما كعكة جميلة. السلام عليكم. عمر وهنا، نظف المكان بسرعة. ها؟ حسناً. أسرع أسرع أسرع. لا، والدكما قد عاد. ها؟ ها؟ مرحبا. مفاجأة، عيد ميلاد سعيد أبي. واو، بسم الله. يا إلهي، كعكة الفاكهة لذيذة جدا. حصلت على بطاقة عيد ميلاد وزينة جميلة. من فعل هذا كله؟ شكرا لكم، أحبكم جميعا. هيا لندعو دعاء لعائلتنا. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. السلام عليكم أصدقائي، هل تعرفون أن علينا معاملة والدينا بلطف؟ صحيح، حينها سنكون عائلة سعيدة. الحمد لله. رائحة الدجاج لذيذة. شكرا جزيلا. على الرحب والسعة. أبي أريد بعض العصير. انتظر يا عمر، أنا أسكب العصير لجدتك. لكنني عطش جدا. كن صبورا يا عمر، جدتك أيضا عطشة. احترم كبار السن وامنحهم دورك. احترم من هم أكبر سنا منك. كن مهذبا وعاملهم باحترام. الكبار أولا؟ تفضل خذها أولا يا عمر، وهذه أيضا. خذ اللعبة أولا. عمر عمر، لنقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة تصبح وجها ثم أرسم الأذنين. ماذا ترسمين يا هنا؟ دائرتين للعينين. ها؟ أين قلم الرمادي؟ هي، ها هو. ها؟ هي، سأستعمله أولا لأنني الأكبر يا هنا. صحيح، حسنا. تعبت، سأفعل شيئا آخر. عمر، هنا، تعاليا، سأريكما شيئا. ترى. واو، صنعت الطائرة الورقية. شكرا يا أبي. على الرحب والسعة، هيا لنطيرها. هيا يا أبي هيا. ياي. هنا، سأطيرها أولا
لأنني أكبر منك، صحيح؟ شكرا يا هنا. هيا اذهبي. عمر، هنا، لنلعب معا. حسنا. سبحان الله، ما أجمل المكان هنا، نركض هنا وهناك. عمر، أريد أن أطيرها. دوري دوري عمر. انتظري انتظري. آه أوه أوه آه آه لا أبي. آه لم ألعب. لا تقلقي، سأصلحها لاحقا. حسنا. لكنني أريد اللعب بالطائرة الآن. ما رأيك بهذا؟ يمكنك أن تلعبي. عمر، هنا، انظرا هنا. واو، صنعت لنا أرجوحة إطار. شكرا يا جدي. سأركب أولا. لماذا أنت أولا دائما؟ هذا ليس عدلا. انتظري يا هنا، أنا الأكبر، صحيح؟ هذا ليس عدلا. عمر، هنا، العبا معا بلطف، لا تتقاتلا. حسنا. عمر، لما لا تدع هنا تلعب؟ فهي لم تلعب بعد. لكن جدي، أنا الأكبر، صحيح؟ ألا يجب أن أكون الأول؟ عمر، بالطبع على الصغير احترام الكبير، لكن تذكر أن على الكبير أن يحب الصغير. قال رسولنا الكريم: احترموا كبار السن وأحبوا الصغار وامنحوهم الحنان. كم أحبكما يا عمر وهنا، ونحن نحبك ونحترم الكبار والصغار. شكرا جزيلا يا عمر. شكرا يا جدي. على الرحب والسعة. عمر، هنا، أصلحت الطائرة الورقية. خذي العبي بها أولا يا هنا. هذا لأنني أحبك حقا. أحب الصغار وامنحوهم الحنان، واحترموا الكبار وسيرضى الله عنكم. أحبوهم واحترموهم وسيرضى عنكم الله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون أننا إن أحببنا الصغار واحترمنا الكبار سيحبنا الله بالتأكيد، فلنحترم ونحب بعضنا بعضا. الحمد لله. أو يا أطفال، هل أحضرتم كل ما طلبته؟ نعم، أدوات التنظيف. أحسنتم، اقترب شهر رمضان، لذا سننظف المسجد جميعا. إذا واظبنا على تنظيف المسجد فسوف يمنحنا الله قصرا في الجنة. ما هو القصر؟ القصر هو عبارة عن بيت ضخم. أستاذ أستاذ، هل ستكون فيه قطة نلعب معها؟ هل هناك طائرات وصواريخ؟ أسماك قرش وديناصورات؟ ماذا عن الشلالات؟ كل ما تتمنوه. فيه ما ذكرتموه من أشياء أو ألعاب، وكل شيء نحبه. واو، كل ما نحبه. ستكون هناك أشياء تفوق خيالنا. واو، أريد أن أنظف المسجد، أنظفه جيدا، حينها سأحصل على قصر. رائع، لنقوم بذلك. لنرتب المسجد وننظف ننظف، لنزل كل شيء ونكنسه. أنا
ما شاء الله. الله أكبر. أرأيتم؟ امسحوا هكذا. حسناً؟ حسناً أستاذ. سأمسح الزجاج وأجعله يلمع، حينها سأحصل على قصر. رائع، لنقم بذلك. لنرتب المسجد وننظف. ننظف، امسحوا امسحوا وافرقوا. ها؟ الله أكبر. ماذا؟ أوبس، سأمسحها. حسناً، آسفة، لم أقصد ذلك. لا بأس، لنخرج القمامة الآن. ستساعدينني يا هنا؟ بالطبع، أريد أن ألتقط القمامة. ألتقطها كلها، حينها سأحصل على قصر. إن شاء الله. رائع، لنقم بذلك. لنرتب المسجد وننظف. أوه، ها، سألتقط القمامة كلها. ها، هيا. حسنا، نجحت. سألتقط القمامة وأنظف المسجد وأحصل على قصر. أه؟ إن شاء الله. آسفة صوفي، سألتقطها كلها. حسناً، هنا، لما تبدين حزينة؟ أفسد كل شيء على الجميع لأنني لا أعرف كيف أرتب. الله لن يحبني، لذا لن أحصل على قصر في الجنة. هنا، هنا، من قال إن الله لن يحبك؟ ها؟ مع أنك تعانين، فإن الله يحبك لأنك تنظفين المسجد قدر استطاعتك. أنا واثق من أنك ستحصلين على قصر في الجنة إن شاء الله. هذا صحيح. حقاً؟ الله لطيف جداً. أستاذ موسى، عمر، لننظف المسجد. واو، المسجد نظيف جداً. أحسنتم، أنا فخور بكم حقاً. إن نظفنا المسجد سننال بركات الله وقصرا في الجنة إن شاء الله. السلام عليكم. أتعلمون، حين نعتني بالمسجد سيمنحنا الله قصرا في الجنة. لذا لنصلي معا ونقرأ القرآن ونتلو الذكر وننظف المسجد. الحمد لله. أيمكنني استعارتها؟ السلام عليكم. وعليك السلام أنسة ليلى. سنتعلم اليوم عن الاستعارة والإذن. الاستعارة والإذن؟ حين نستعير شيئا نستأذن أولا. استأذن بأسلوب مهذب. أيمكنني استعارة هذا؟ حسنا، تفضلي. الله يحب أن نحترم الآخرين. واو، أريد أن أستعير. ها؟ أو لا، انكسر قلمي. شكرا لك سارة، على الرحب والسعة. سارة،
أيمكنني استعارة هذا؟ حسناً، تفضلي. شكراً لك سارة. على الرحب والسعة. واو، إنها رائعة. هنا، سأحتاج إليها. واو، هذا جميل. ها؟ أوه، رسمة جميلة حقاً يا عمر. وصلت الفكرة. صوفي، أيمكنني استعارة هذا؟ حسناً، تفضلي. شكراً لك صوفي. حين نستعير شيئاً نستأذن أولاً، استأذن بأسلوب مهذب. أيمكنني استعارة هذا؟ حسناً، تفضلي. الله يحب أن نحترم الآخرين. أوه، واو، نورو، أيمكنني استعارته؟ لا، لا يمكنك. حسناً. ها؟ واو، سارة، أيمكنني استعارة هذا؟ شكراً لك سارة. أبي، انظر، أشياء كثيرة. هذا كثير، لكن من أين أتيت بها؟ استعرتها من كل أصدقائي. متأكدة من أنهم أعطوها لك؟ طلبت الإذن، والآن كل هذه ملك لي. هنا، إنها لأصدقائك، لا يمكنك الاحتفاظ بها. ها؟ حين نستعير شيئاً نرجعه لأصحابه، لا يمكننا الاحتفاظ به. يجب أن تعيديها وإلا انزعج أصدقائك. حسناً. الله يحب أن نحترم الآخرين. أحسنت صنعاً. لا 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 لا. ها؟ فارس. هنا. ها؟ هاي، هنا قادمة، أخفوا أشياءكم، خبئوها. هنا قادمة؟ أسرعوا وإلا ستستعير أشياءكم ثانية. ولا تعيدها. اهدأوا. هنا، أخذتها دون قصد. لا بأس، تعالي. أصدقائي الأعزاء، اقبلوا اعتذاري، ظننت أن هذه الأشياء لي. أنا آسفة جداً، لم أفهم الأمر. سامحتك أنت صديقتي يا هنا. أصدقائنا لا تنسوا أن تعيدوا الأشياء بعد استعارتها من الآخرين. هي ليست ملكاً لنا، علينا إعادتها. الله يحب أن نحترم الآخرين. لا بأس أن نستعير، لكن علينا إعادة ما استعرناه بعد استخدامه. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أنه إن استعرنا شيئا علينا إعادته لأصحابه؟ علينا احترام ملكيات الناس. الله يحب ذلك. الحمد لله. استعداد، انطلاق.
هيا يا خمس نقاط، فاز عمر. نعم، فزت ثانية هنا. عمر دوري الآن. ها، انتهى دوري؟ صحيح، دورك في تسجيل النقاط. لحظة، لا أعرف العد. لا تقلقي، سنساعدك. ياي، حسناً. استعداد. انطلاق. هيا. واو. هيا. يا. يا. ها. هيا. هيا. ها. اي. اولا. يا. ها. ياي، نقطة لي. ماذا؟ ها؟ واحد صفر. لحظة، تفضل. يا 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 ها؟ يا ها؟ ها؟ نعم، أحرزت نقطة أيضا. واحد واحد. هذه لا تحسب نقطة. ها؟ ها؟ ماذا تعني إنها نقطة؟ سددتها بعيداً إلى الجانب. كان عليك أن تكون أسرع. هيا. نقطة لي. يا. نقطة لي أيضاً. نقطة أخرى لي. نقطة أخرى لي. أربعة أربعة، من يحرز نقطة أولا يفوز. استعداد. انطلاق. ضربة النمر الساحقة. ضربة جارودا العظيمة. ها. مخالب النمر المرعبة. يا. أجنحة جارودا الذهبية. يا. هيا. خذ هذا. واو. نعم، رائع رائع. ها، خمسة أربعة، الفائز هو أندرا. انتهى، لن ألعب ثانية. ها، إنه دوري الآن. هيا. هنا هنا، العبي معي. أو حقا؟ العبي معي يا هنا. ماذا إذا أعطيتك شوكولاتة؟ واو. العبي معي يا هنا وسأشتري لك بوضة. بوضة. العبي معي حسناً. بل العبي معي. ها؟ العبي معي. ها؟ العبي معي. بل معي. ها؟ بل معي. بل معي. ها؟ بل معي أنا. لما لا نلعب معا؟ ها؟ ما الأمر؟ أمي، ماذا حدث؟ عمر وإندرا يتقاتلان، لا يلعبان معا. إندرا بدأ. أنا؟ يا عمر وإندرا، لا تتقاتلا، حين تلعبان سويا تصبحان أسعد. إن بقيتما غاضبين ستبدوان مثل الأسد. ها؟ إندرا، آسف حسناً يا صديقي. بالطبع عمر، وأنا آسف. الحمد لله. جيد، أحسنتما. أحياناً يتقاتل الأصدقاء، لكن تذكرا
لعبت معك يا عمر ومعك يا إندرا، والآن أين الشوكولاتة والبوضة؟ السلام عليكم. مرحبا يا أصدقاء. ليس جميلا أن نتقاتل، علينا أن نلعب معا لأننا إخوة وأخوات، والله سيحبنا. الحمد لله. أنسة ليلى، أنسة ليلى، أنسة ليلى، أنسة ليلى. الله أكبر. الحمد لله. يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال. يا الله، اجعل هذا اليوم يسيراً. آمين. السلام عليكم أنسة ليلى. وعليكم السلام. صباح الخير نورو. نورو؟ ها؟ هي نورو، كيف تسير الوحوش؟ ها؟ هكذا. شكراً أنسة ليلى. صباح الخير أنسة ليلى. صباح الخير. يا أطفال، اليوم سوف لا يمكنك الإمساك بي. صفقوا صفقة. صفقوا صفقتين. صفقوا ثلاث صفقات. رائع. والآن لنبدأ. يا أولاد، اليوم سنتعلم الطرح. الطرح؟ حسناً، أخرجوا كتاب الرياضيات وافتحوا الصفحة السابعة. والآن لنتخيل. سبع تفاحات، أكلت ثلاثة، كم تفاحة تبقى لدينا؟ واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة. أحسنتما. ها؟ لكن لا أرى التفاح. نعم صحيح، لا أراه أيضا. ألم تسمعوا؟ الأنسة ليلى قالت لنتخيل. لكن كيف؟ أها، افعلوا مثلي. سبعة أصابع، خبأنا ثلاثة، كم إصبع يبقى لدينا؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة. أحسنت. هل فهمتم؟ فهمنا. حسناً، أجيبوا عن الأسئلة، وإن احتجتم المساعدة أخبروني. حسناً. آنسة ليلى، لا يمكنني حل شيء. هل جربت استخدام أصابعك؟ نعم آنسة ليلى، لا أفهم. لما لا نحاول آنسة ليلى؟ هل جميع إجاباتي صحيحة؟ آنسة ليلى، أنا جائع. انتظر قليلاً، سنأخذ استراحة قريباً. علي الذهاب إلى الحمام. ها؟ هل هذه صحيحة؟ توقف يا فارس. آنسة ليلى، آنسة ليلى، آنسة ليلى، آنسة ليلى. ها؟ الآنسة ليلى مذنبة. واحد، اثنان، خمسة. انتظروا، انتظروا، أريد مواصلة المحاولة. آنسة ليلى، لا، رجاء. آنسة ليلى. ها؟ يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال. آنسة ليلى، آنسة ليلى، آنسة ليلى، آنسة ليلى.
صفقوا صفقة، صفقوا صفقتين، صفقوا ثلاث صفقات. جيد جدا. ياي! وداعا أنسة ليلى. وداعا أبي. شكرا على مجهودك أنسة ليلى. على الرحب والسعة. ها؟ شكرا أنسة ليلى. لا عليك نور. الحمد لله. السلام عليكم. مرحبا. نعم نعم، لدينا حصة رياضة غدا. حسنا، على الرحب والسعة. السلام عليكم. أليس المعلمون رائعون؟ التعليم متعب جدا، والمعلمون يعملون بجد لتدريسنا. إذن لنقول شكرا لمعلمينا. الحمد لله. القسطنطينية. ها؟ القسطنطي. رور. تيركس قوي، كل حيوانات الأدغال تخاف منه. روب العجيبة لديها أشعة ليزر، أما تيركس فلا. يبدو هذا ممتعا. لدي قصة رائعة، أتريدان سماعها؟ قصة؟ بالطبع أبي. بسم الله. كان يا ما كان هناك رجل معروف في كل مكان، يصلي دوما واسمه السلطان الفاتح. واو، السلطان الفاتح؟ صحيح، ظل السلطان الفاتح يحلم بفتح مدينة القسطنطينية. القسطنطي؟ القسطنطينية، وهي تدعى الآن إسطنبول. أوه، إسطنبول. لأكثر من 800 عام حاولت جيوش كثيرة احتلال مدينة القسطنطينية لكنها فشلت. كيف نجح السلطان إذن؟ سأخبرك. جيش السلطان الفاتح كان ذكياً، بنى الجنود كثيراً من المدافع الضخمة لتحطيم أسوار القسطنطينية. أوه، مدافع ضخمة مثل تيركس؟ كانت ضخمة وتحتاج لعشرات الأشخاص لجرها لأنها ثقيلة. واو، أتعرفان ماذا حدث؟ تمكنوا من إحداث فجوات في جدران المدينة، لكن أهل المدينة كانوا سريعين إذ أغلقوا كل الفجوات التي أحدثتها المدافع. ثم ماذا حدث؟ هل انتصر جيش السلطان؟ إن أردتما أن تعرفا لنصلي أولاً. ها؟ إن أردتما أن تكونا كالسلطان عليكما تأدية الصلاة في وقتها. هيا هيا. وزأر النمر هكذا. أبي أبي، اقرأ لنا قصة القسطنطي. القسطنطي؟ القسطنطينية. أوه نعم. حاول جيش المسلمين تحطيم البوابة الرئيسية الضخمة للمدينة لكنه لم ينجح،
وأصيب الكثير من الجنود. أشعر بالحزن عليهم. أتعلمان؟ الله سبحانه وتعالى يساعد عباده دائماً، خاصة من يؤدون الصلاة في وقتها، مثل السلطان الفاتح. لكن ليس هو فقط، كل أفراد جيشه أدوا الصلاة في وقتها. بمساعدة من الله خطرت للسلطان الفاتح فكرة رائعة، وهي الهجوم على المدينة من البحر. البحر؟ نعم، البحر. تم وضع سلاسل معدنية ضخمة في البحر لمنع سفن السلطان من التقدم. وماذا فعلوا بعد ذلك؟ هل خسر جيش السلطان؟ كل الجنود اجتمعوا وبقوة رجل واحد حملوا السفن سويا وعبروا الجزيرة ليلا. واو، هل كانت مثل سفننا؟ بل أكبر بكثير. أتتخيلان ذلك؟ حملوا 70 سفينة ضخمة في يوم واحد. هذا رائع. ها؟ وأخيرا نجح السلطان الفاتح وجيشه الضخم بدخول مدينة القسطنطينية. ثم رفع المؤذن الأذان في المدينة. واو، أريد أن أصلي صلاة في وقتها. وأنا أيضا. هذا جيد. السلطان الفاتح رجل عظيم، يصلي الصلاة في وقتها. أدوا الصلاة في وقتها كي تنجحوا في كل شيء. هي، حان وقت الصلاة. هيا. الحمد لله. الله أكبر. السلام عليكم. مرحبا يا أصدقاء. السلطان الفاتح عظيم. لنؤدي الصلاة في وقتها، لننجح في كل شيء، والله سيحبنا أيضا. الحمد لله. لذا لدي مهمة خاصة لكل منكم. ها؟ أريدكم جميعاً أن ترسموا أي شيء تحبونه على هذه الورقة، وستعلق أجمل لوحة على حائط غرفة الصف. واو، رائع! أرسموا معاً بشكل جميل. سأذهب وأحضر زينات أخرى. حسناً آنسة ليلى. ماذا سنرسم يا أصدقاء؟ أريد أن أرسم رجلاً آلياً. ها؟ وأنا سوف أرسم سفينة. ها؟ ما رأيكم ببطل خارق أيضاً؟ لا لا يا رفاق، الديناصورات رائعة، لنرسم جميعاً ديناصورات. لكن عمر رائع. قبل البدء ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حسناً، لنرسم. ماذا سنرسم؟ أريد أن أرسم أرانب. وحش، سأرسم وحشاً. سأرسم الكثير من الأزهار الجميلة. لنرسمها جميعاً معاً. هيا، بسم الله الرحمن الرحيم. فارس الخارق ينطلق للإنقاذ. دعوني أقول لكم جميعاً، هذا ليس ديناصوراً، لكن لا يصوفي، هكذا يرسم. حسناً. يا بنات انظرن، أليس وحشي رائعاً؟ واو، له عيون كثيرة.
دوري دوري، أرنبي له قدمان مميزتان. إنهما ضخمتان. هذا صحيح. لا 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 لا. فارس، الديناصورات لا تبدو هكذا. تبدو هكذا، أترى؟ لما لا ترسمها بنفسك إذن؟ لن أرسمها بعد الآن. فارس، هي فارس، انتظر. فارس، إندرا. هي صوفي، ارسم هكذا. ها؟ سأذهب وأجلس مع فارس. هي صوفي. نرسم بسعادة. الرسم معا أكثر متعة. فارس، إندرو، صوفي، تعالوا معي لنرسم سفلا ورجالا آليا وأبطالا خارقين. أنا آسف يا أصدقاء، أرجوكم أرسموا معي. نحن نحبك يا صديقي وتسعدنا صداقتك. رائع، لنرسم ثانية. نرسم بسعادة. انتهينا، الحمد لله. أنسة ليلى، انظري. ما شاء الله، كلتاهما جميلتان، جميعكم تجيدون الرسم. هذا صعب. حسنا، أفضل لوحة ستعلق على حائط غرفة الصف هي. شكراً آنسة ليلى، نراك غداً. لا 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 لا، حين نكون لطفاء معاً سنشعر بسعادة. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أن الله يكافئنا على لطفنا وعلى حسن معاملة الآخرين؟ إذن لنكن لطفاء مع هناك. واو، أنت رائع آدم. يمكنني فعل أي شيء. عمر، سأركب بعدك. حسناً؟ حسناً. أنا لا أتحرك. عمر، أيمكنك مساعدتي؟ استمري في المحاولة. عمر، ساعدني أرجوك. حسناً. ياي، إنه دوري. واو واو واو. ها، هل أنت بخير؟ أتريد مساعدتي؟ أنا قوي لا تقلق. ها؟ لست بحاجة إلى مساعدة. واو. أنا مختلف لكن لا يهم، يمكنني فعل أي شيء. واو، هذا رائع. أهم شيء ألا نستسلم. لنجرب شيئاً آخر. مثل ماذا؟ ما رأيك بتلك؟ ها،
هيا. من يصل أخيرا سيدفع. ها؟ انتظرني يا عمر. ياي، وصلت أولا. وأنا الثاني. ركضتما قبلي، هذا ليس عدلا. لماذا أنت بطيئة؟ هيا ادفعينا. هذا صعب، لا أريد أن أدفعكما. لما لا تركبين؟ أنا سأدفعكما. ها؟ أيمكنك ذلك؟ أنا قوي لا تقلقا، يمكنني دفعكما معا. أنا مختلف لكن لا يهم، يمكنني فعل أي شيء. واو، أنت رائع. أهم شيء ألا نستسلم. أشعر بدوار. عمر، هنا، هيا نتسلق. هيا بنا. ها؟ أيمكنك فعل ذلك؟ بالطبع يمكنني. أنا قوي لا تقلقا، يمكنني التسلق إلى الأعلى. أنا مختلف لكن لا يهم، يمكنني فعل أي شيء. آدم رائع. هيا يا هنا. لا يمكنني فعل ذلك. بالطبع يمكنك، فقط لا تستسلمي. سأساعدك يا هنا. عمر، هنا، آدم، تعالوا لتأكلوا. حسناً. هل لي ببعض الماء؟ بالطبع، تفضل. شكراً عمر. واو، رائع آدم، استخدمت قدميك. هيا. واو، لا يمكنني ذلك، هل ذلك صعب؟ نعم، لكنني لا أستسلم، بل أواصل المحاولة حتى أنجح. هاي، إلى أين تذهب؟ لأجرب الأرجوحة ثانية. لنذهب. انتظرا، سآتي معكما. لماذا تواصل المحاولة؟ لأن الله منحني الطاقة لأواصل المحاولة، مع أنني مختلف. حين أكرر المحاولة سأنجح إن شاء الله. واو، أنا أيضا أريد المحاولة. أتريدين مساعدتي؟ لا عليك. أنا قوية لا تقلقا، يمكنني التأرجح، انظرا إلي. أنا صغيرة لكن لا يهم، يمكننا فعل أي شيء. هذا ممتع، الحمد لله على جميع نعمه. الحمد لله. هيا. السلام عليكم يا أصدقاء، أليس آدم رائعا؟ يمكنه اللعب معنا مع أنه مختلف. إنه رائع لأنه لا يستسلم، يواصل المحاولة حتى ينجح. الحمد لله. وقت النزهة. أنا متحمسة للذهاب إلى الشاطئ. الحمد لله. سأبني قلعة رملية كبيرة، وأريد أن أسبح. أريد أن آكل البوظة. البوظة، يم يم يم. أمي. وعليكم السلام. نعم سيدي،
أوه، الآن؟ لكن سآخذ عائلة. حسناً بالطبع، سآتي حالاً. أنا آسف جداً، استدعيت إلى العمل. أيمكننا الذهاب إلى الشاطئ لاحقاً؟ أمي، أريد أن أذهب إلى الشاطئ. أها، سنذهب في نزهة على أي حال، لكن لا يوجد شاطئ، أين سنلعب؟ أتعرفان؟ يمكننا التنزه في المنزل أيضاً. حقاً يا أمي؟ نعم، تعاليا لتريا. ترى! لكن يا أمي، أريد قلعة كبيرة. لكن لدينا قلعة كبيرة. واو! مرحباً، أنا الملكة الأم. واو! أهلاً بكما في قلعتي. دوري دوري، أنا فارس شجاع. السيد عمر سيحمي الجميع. ها واو. ها ها. هاي، والآن شاهداني أس. أريد الذهاب إلى الشاطئ، أريد أن أسبح. هنا، انظري إلى هذا، أمواج. واو، أيمكنني السباحة؟ انطلقي. ياي. ما الأمر يا هنا؟ أريد أن أسبح سباحة حقيقية. هنا، لا يمكنك السباحة، لكن لنعد النعمة التي لدينا. انظري على ما تحمدين الله. لعبي؟ الحمد لله، لديك ألعاب جميلة كثيرة. بعض الأطفال ليس لديهم الكثير، لا ألعاب ولا شيء يتباهون به، لكنهم سعداء بفضل محبة الله، لذا علينا أن نقول الحمد لله، الحمد لله. صحيح، لدي ألعاب كثيرة. الحمد لله. لدي مفاجأة، أتريدان رؤيتها؟ أي مفاجأة؟ ترى! بركة! لدينا بركة، الحمد لله، نسبح ونلعب، الحمد لله، نحن جميعا سعداء، الحمد لله، لنقل جميعا الحمد لله، الحمد لله. واو، ألستما سعيدين؟ بالطبع، شكرا يا أمي، بنيت لنا قلعة كبيرة وملأت البركة لنا، الحمد لله. لكن من الأفضل لو كان لدينا بوضة. أها، انتظر هنا يا عمر. تدا، بوضة لك يا عمر. ها؟ واو، شكرا يا هنا، يم يم يم، لذيذة جدا. السلام عليكم، لقد عدت. ها أبي. مرحبا. واو، نزهة في حديقتنا، أليست ممتعة؟ طبعا، وستكون أفضل لو كانت لدينا بوضة. بوضة، شكرا يا أبي. العفو، لنأكل معا. حسنا. أوه، سامحوني جميعاً. ثانياً، حصلت على تذاكر مجانية لمدينة الملاهي. ياي!
لنقل جميعا الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون أننا حين نشكر الله يزيد نعمه علينا؟ لذا لنقل الحمد لله كطريقة لنحمد بها الله. أنا خائفة جدا. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ها؟ واو. ما الذي قرأته يا أستاذ موسى؟ إنها سورة الإخلاص. الإخلاص؟ عمر وهنا حاولا أن تقرأ سورة الإخلاص. من يتلوها ثلاث مرات كأنه ختم القرآن. واو! هذه السورة قصيرة جدا، لكن إن تلوتماها ستنالان حسنات كثيرة. أريد الكثير من الحسنات. وأنا أيضا. أستاذ، أريد قراءتها أولا. حسنا يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله، كانت قراءتك رائعة، أحسنت. الحمد لله. والآن دورك يا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله. قل هو. لنكمل غدا. هنا، لما لم تذهبي لدار القرآن مع عمر؟ لا أريد الذهاب، لا أجيد القراءة. ها؟ لهذا عليك أن تتعلمي، الله يحب من يواصلون المحاولة. وستنالين الحسنات. أريد نيل الحسنات، لكن أبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكراً لأنك أوصلت عمر. على الرحب والسعة. أيمكنني رؤية هنا؟ أها، تفضل بالدخول. السلام عليك هنا. وعليك السلام. ألا تريدين تعلم القرآن معي؟ بلى أريد، لكن البارحة. الله الله. ها؟ الله. قل هو. لنكمل غدا. ها؟ أرجوك لا تخدم مني ثانية يا أستاذ، أنا خائفة جدا. أوه. لم أغضب منك. ها؟ كان علي الذهاب إلى الحمام. آسف لأنني أخفتك البارحة،
تعالي إلى الدرس غداً. حسناً. لكن أستاذ؟ نعم؟ كيف أنال الحسنات على تلاوة القرآن؟ أنا لا أجيد القراءة أستاذ. لا تقلقي هنا، مع أن قراءتك ليست جيدة ستنالين الحسنات لسببين اثنين. أولاً لأنك حاولت، وثانياً لأنك قرأت. واو، الله لطيف. سأتلو القرآن دائماً. وسننال الكثير من الحسنات. معاً دوماً سنحاول كي ننال الحسنات. السلام عليكم يا أصدقاء. أتعلمون أنه حتى لو لم نجد قراءة القرآن سننال الحسنات من الله؟ أولاً لأننا حاولنا، وثانياً لأننا قرأنا. الحمد لله. ياي، لم تعد تؤلمني. فارس، لا تنسى أن تنظف أسنانك. حسناً. أنت لا تأكل؟ ها، شكرا، معدتي لا تزال ممتلئة. ها، أسنانك متسخة. ها، ما الأمر؟ أسنانه تؤلمه. ها، أي ألم؟ لما لا تأكل الكعك إذن؟ نعم، الكعك لذيذ. كنت محقا. ما الأمر يا فارس؟ أسنانه تؤلمه. تؤلمه؟ دعني أرى. عليك الذهاب إلى طبيب الأسنان. سأذهب لأخبر أمك. لماذا علي الذهاب لطبيب الأسنان؟ يجب أن يفحص الطبيب أسنانك ويقتلع المتسوس منها. هذا مؤلم. مؤلم؟ أنا خائفة. لا أريد رؤية الطبيب. عليك زيارة الطبيب. عالج سنك كي لا تؤلمك. وصلنا، مرحبا. لنعد إلى المنزل. أنا لا أريد، أنا خائفة. ستعالجك بسرعة. لنعد إلى المنزل، هيا لنذهب، أنا خائفة. لا، أعدك بأن أنظف أسناني. دعنا نجلس. أمي، لنعد إلى المنزل. عليك رؤية الطبيبة، وإلا فلن يزول الألم أبداً. واو، لذيذة جداً. أتمنى لو كنت أنظف أسناني. فارس، إنه دورك. آه.
واو، مكان جميل. إيه، كابتن أونكس. السلام عليك فارس. وعليكم السلام. ها، والدة إندرا؟ نعم. إذن أسنانك تؤلمك؟ نعم. هيا سأفحص أسنانك. أنت معجب أيضاً بكابتن أونكس؟ نعم، كابتن أونكس قوي وسريع أيضاً. حسناً، لما لا تحمله؟ ستكون قوياً مثل كابتن أونكس. ياي! حسناً، افتح فمك، دعني ألقي نظرة أولاً. هناك حفرة في سنك. ها؟ حفرة؟ هل يجب اقتلاعه؟ لا تقلق، لا داعي لاقتلاعه. حقاً؟ سأنظف فمك. ماذا؟ أنظفه الآن وأحشو السن. ماذا؟ أضع حشوة فيه. ياي، لم تعد تؤلمني. واو، رائع، أسناني نظيفة. صحيح، تماماً كالنبي محمد. أوه، حافظوا على أسنانكم، نظفوها دوماً كي تحمو صحتكم. من الآن فصاعداً سأنظف أسناني يومياً. زرني بعد 6 أشهر حسناً، سأفحص أسنانك ثانية. حسناً. هذه لك. واو، شكراً جزيلاً. على الرحب والسعة. فارس، هل نظفت أسنانك عزيزي؟ نعم أمي. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أنه علينا تنظيف أسناننا؟ النبي محمد كان ينظف أسنانه، لذا لننظف أسناننا أيضاً. الحمد لله. تستطيع النجاح أبي. أمي وأبي أسرعا، هيا العبا معنا. حسناً. نلعب هنا، نلعب هناك، نشعر بالسعادة. أسرعي يا أمي. واو، أنت مدهش يا أبي. هذا صحيح. أبي، ماذا تركب؟ يدعى لوح التزلج. الله، ها؟ ما الأمر يا أبي؟ مسابقة التزلج على الجليد. عليك المشاركة، ستفوز بالتأكيد يا أبي. لا فرصة لدي للفوز. ليس المهم الفوز أو الخسارة، المهم هو المحاولة. الله يحب من يحاولون. حسناً، سأشارك في المسابقة. إلى التمرين. هيا. تستطيع النجاح أبي. تستطيع النجاح أبي. واو، أبي أبي، أيمكنك القفز هكذا؟ بالطبع، إن شاء الله. بسم الله، سأنطلق الآن. أنا بخير. النجدة، النجدة، النجدة.
ها؟ تستطيع النجاح أبي. ماذا؟ الله أكبر. قدمي. هل أنت بخير يا أبي؟ أنا بخير. حافظ على تفاؤلك، وقف على قدميك، لا تستسلم، لا تستسلم، وسوف تنجح. سوف نساعدك، كيف وتحرك، سوف نساعدك، انطلق ببطء، الصبر مفتاح النجاح. قف ثانية إن وقعت، الله يحب المثابرين، وهذا يسعدنا. تستطيع النجاح أبي. جميع المتسابقين قفوا عند نقطة البداية، سنبدأ بعد قليل. ستنجح يا عزيزي إن شاء الله. شكرا عزيزتي. بسم الله. رائع، الحمد لله، أبي رائع جدا. آمن بالله، سوف ندعو لك وسوف تنجح. ذلك الرجل حلق مجتازا المرحلة الأولى. ياه. وكذلك المرحلة الثانية. هذا سيء، لقد وقع المتسابق. أبي شكرا شكرا. ليس المهم الفوز أو الخسارة، المهم هو المحاولة. كنت رائعا يا أبي، تزلجت هكذا وهكذا. السلام عليكم جميعا. حين نحاول جاهدين وبإصرار ونواصل المحاولة سننجح إن شاء الله، مثل أبي. الحمد لله. Ah!
حسناً يكفي، أمكما تأخرت. لا أعرف، أيمكنك الاعتناء بعمر وهنا؟ نعم، يمكنني ذلك. يمكنني ألا أذهب؟ ها؟ هيا اذهبي. سأعد العشاء حين أعود، حسناً؟ حسناً، استمتعي بوقتك. نراك لاحقاً أمي، وداعاً. تركت قائمة على باب الثلاجة. ها؟ قائمة؟ أية قائمة؟ قائمة الأعمال المنزلية. لا تبدو أنها طويلة. لا تتزحم يا أبي، نحن سوف نساعدك. المساعدة ممتعة، هيا لنعمل سويا. أهلا بك، هذه لك سيدتي. أوه شكرا. انتهيت من غسيل الملابس، والآن بقي علي كنس الأرض ومسحها والأطباق والحمامات. هذا كثير. الأمور على ما يرام. هل أكل الأطفال؟ اتصل بي إن حدث شيء. أحدثت فوضى. عمر، لا تخبر أبي. كيف تفعل زوجتي كل شيء؟ أبي، نحن جائعان. حسن، ماذا تريدان أن تأكلا؟ هذا جيد. جيد جدا، صحيح؟ جيد جدا، ويبعث على الراحة. أتشعرين بالراحة؟ أتشعرين بالراحة؟ استرخي، لا داعي للقلق، جميعهم بخير. تراجعا أيها الجنديان، استمرا. ماذا كانت أمي لتفعل؟ ليت أمي كانت هنا. ماذا تفعل أمكما عادة؟ أمي تضعها كلها. الأمور على ما يرام؟ أمي! انتهينا! أنت رائعة أمي! أنتم بخير؟ أتريدونني أن أعود؟ نحن بخير، لا تقلقي، نحبك، وداعا. شكرا لك يا أمي على كل شيء، بفضلك أنت نحيا بسعادة. شكرا جزيلا ليجزيك الله كل خير. انتهينا. وداعا. أعطني إياه. ياي! أمي، كنت مهذباً وساعدت أبي في التنظيف. وأنا أيضاً. غسلنا الأطباق وطوينا الملابس. واو! والأهم من كل ذلك، أعددنا العشاء. شكراً جزيلاً لكم، شكراً على كل شيء، ليبارككم الله، آمين، الحمد لله. أحسنتم صنعاً، سأخرج أكثر من المنزل. ماذا؟ لا! السلام عليكم.
يا أصدقاء، هل تعلمون أنه علينا مساعدة والدينا في الأعمال المنزلية لنقوم بها كعائلة؟ فذلك ممتع. الحمد لله.